اتعلمنا مع بعض في بارت 1 ان احنا لما نيجي نخلي السنجولر اللي هو المفرد لبرولر جم، لا اما نضيف اس، لا اما نضيف اي، لا اما نضيف اي اس. تعالوا بقى نتعلم مع بعض ان احنا كمان ممكن عشان نحول السنجولر لبرولر نضيف اي اي اس. تعالوا احكي لكم بقى الاي اي اس مع بعض. بصي يا ليفل 1، عندنا حد هنتعرف عليه اسمه الواي الشقيه. والواي الشقية احنا سميناها ليه شقية؟ لأن هي عاملة نفسها بنقول عليها vowel، سيمي vowel. يعني ايه سيمي vowel؟ يعني شبه الفاول. احنا ايه قصة الفاولز؟ الفاولز قالت أنا عايزة أبقى لوحدي كده ونبقى مع بعض فريق لوحدنا، عشان الواي، عشان الفاولز عندهم two sounds، عندهم أكتر من صوت، two sounds وساعات three sounds، ليها أكتر من صوت. نفس القصة الواي الشقية شبه الفاولز عشان هي ليها اكتر من ساوند، اكتر من صوت. علشان كده الواي الشقيه بتحب مين؟ عايزه تبقى مع مين؟ عايزه تبقى مع الفاولز الشقي، ولا عايزه تبقى مع الكونسنانتس الحروف التانيه؟ تفتكروا الواي عايزه تبقى مع مين؟ بتحب مين؟ بتحب الفاولز الفاولز، لان هي شبههم، هي ليها اكتر من ساوند، اكتر من صوت زيهم. يبقى الواي يا كارما بتحب مين؟ بتحب الفاولز. مين هم الفاولز بتاعتنا؟ مين هم الحروف الشقية بتاعتنا؟ A اي اي يو I O and U. يبقى الواي، الواي الشقية بتحب أصحابها الفاولز. مين هم أصحابها الفاولز؟ ال A وال E I O and U. هي الواي بتحبهم عشان هي شبههم. شبههم ازاي يا ميس؟ عشان هي ليها اكتر من ساوند، اكتر من صوت. يبقى الواي بتحب الاي والاي والاي والاو واليو. طيب ما بتحبش مين بقى؟ ما بتحبش مين؟ ما بتحبش اصحابها اللي هم زيها، اللي هم ايه، اللي هم مفروض ان هم مع هي معاهم. ما بتحبش ال ولا الام ولا الاس ولا الار ولا اي كونسنت، اي ليتر تانية مش بتحبها. هي بتحب بس الفاولز. بتحب بس مين؟ الفاولز A E I O and U. يبقى الواي الشقية يا أحمد ويلكم باك يا هنا. الواي الشقية بتحب الفاولز. مين هم الفاولز؟ ال A E I O and U، لأن هي شبههم. شبههم إزاي يا ميس؟ عندها أكتر من ساوند، أكتر من صوت. طب ما بتحبش مين؟ ما بتحبش أي ليتر تاني، أي حرف تاني مش بتحبه، ما بتحبش تقعد جنبه. اتفقنا؟ يبقى تاني الواي الشقية بتحب مين؟ هاي ليفل 1، الواي الشقية بتحب مين؟ الفاولز بتحب الفاولز. بتحبهم، عايزة تقعد جنبهم، عايزة تبقى منهم، لكن ما بتحبش أي ليدر تاني، أي ليدر تاني بقى مش بتحبه، خلاص مالهاش دعوة بيه. طيب يا ميس، لو أنا عندي كلمات، كلمات آخرها واي الشقية، عندي كلمات آخرها واي الشقية، تعالى شوف كلمة كده، زي مثلا كلمة أتوي. أتوي، أتوي معناها لعبة واحدة بس، أنا عايزة أخليها برولر، عايزة أجمعها. هنروح نعمل إيه زي ما إحنا متعودين؟ هنقول باي 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 للإي ونحط الإس بتاعتنا. طيب بصوا كده، تعالوا بصوا كده على توي. التوي آخرها، توي آخرها واي. الواي تعال نشوف إيه اللي قبلها، اللي قبلها أو. أسألكم سؤال، هي الواي بتحب الأو ولا مش بتحب الأو؟ بتحبها بتحبها، يبقى دينا الواي هي بتحب الأو. يبقى هنعمل إيه في الإس لما نيجي نجمعها؟ آه، هي هتروح تقعد جنب صاحبتها اللي بتحبها وتبعد عن الإس، يعني نخلي الأو ونحط إس، نخلي الواي ونحط إس. يبقى تاني الواي الشقية، لقينا كلمة آخرها واي شقية. نبص على اللي قبلها، اللي قبل الواي او، وهي بتحب مين يا احمد؟ بتحب مين هنا؟ هاي لامار، بتحب مين اللي واي؟ بتحب بتحب ال الفاولز، اسمهم فاولز الحروف الشقية. بتحب مين يا احمد؟ ال A وال E I O U، بتحب الفاولز. فلما نلاقي كلمة آخرها واي وقبليها حد بتحبه، نخلي الواي ونحط اس. نعمل ايه يا ليفل 1؟ نخلي الواي ونحط اس. لا رددوا معايا وقولوا،
نعمل ايه لما نلاقي واي قبلها نخلي حرف الواي الشين؟ ونحطه اس، نخلي الواي ونحط اس. نحط نعمل الاس، الواي ونحط اس. نحط الاس امتى نخلي الواي ونحط اس؟ لو قبليها حرف لما يكون الشين لو والواي قبليها حرف حرف الفاول. طب باول. حد بتحبه؟ طب هي بتحب مين؟ هي بتحب مين؟ بتحب الفاول، بتحب الفاول. الاي والاي بتحب والاي الاو والاي واليو والتي والاي والار والاو او واليو ال يو. اند يو. طب بصوا كده، لو احنا عندنا ا فلاي، وفلاي هنا معناها الذبابة، الذبابة فلاي. ايه اخر حاجة في فلاي؟ ايه فلاي؟ واي ثانية اخرها ايه فلاي؟ واي. واي طب بصوا كده على اللي واي قبل فلاي، ايه اللي قبل فلاي؟ حرف ال ال طب هي ال بتحب ال ال؟ واي والواي اديشن. ثواني يا بوزي، هي بتحب ال؟ لا هيا شو هنا، هي بتحب ال الواي؟ لا يا مي لا يا ميس، هي لا بتحب بس الفاولز. نعمل ايه؟ نمشي الواي ونحط اي اي اس. تعمل ايه الواي؟ تمشي. ما بتحبش ال ال، تمشي الواي، تمشي ونحط ايه مكانها؟ اي اي اس اي اس. يبقى الواي لو قبلها حد مش بتحبه نمشيها ونحط مكانها اي اي اس. نمشيها ونحط مكانها اي اي اس. لو الواي قبليها حد بتحبه، لو الواي قبليها حد بتحبه نخليها ونحط اس. يا سلام. اي يا روحي اتفضل. هو انت حضرتك ما بتستنيش ليه؟ انا اسف. كمل تاني. ايه بقى قصة الواي؟ الواي مسمينها الواي الشقية. الواي الشقية بتحب مين؟ A E I O and U. ومش بتحب مين؟ أي حد غير الفاولز، مش بتحب أي ليتر تاني. طيب الواي الشقية لو قبليها حد بتحبه، لو قبليها حد بتحبه بنخليها ونحط جنبها S. طب الواي الشقية لو قبليها حد مش بتحبه بنمشيها ونحط مكانها اي اي اس. طب تعالى نعمل اكسرسايز ونشوف مين فهم ومين مش فاهم. مش فاهم لسه. اوكي نبدأ الاول. اوكي يا ميس. ماشي يا روح. يلا يا هنا محمد. هنا نعم يا ميس. بصي يا هنا، هقول لك كلمة وورد فيها واي في الاخر وتقولي لي هنحط اس اور اي اي اس. اوكي اوكي. وركزوا برضو انتوا كمان معاها. يا ميس، عايزين نصلي يا ميس. ايه روحي؟ عايزين يا ميس نصلي. طيب بس 5 minutes بس وهخلص. اوكي عايزين نصلي. يلا يا هنا. نعم لو يا انا عندي ميس. a day a day a day يعني يوم واحد بس، عايزه اخليه بلورال. هنشيل الاس وهنقول كتير. هنشيل مين؟ هنشيل الاي. هنشيل الاي. طب الواي هنخليها ولا هنشيلها؟ هنخليها هنخليها وهتبقى days. عشان ليه؟ ايه هنخليها؟ ليه هنخليها يا هنا؟ على ليه هنخليها؟ اه عشان قبلها ايه؟ علشان هي بتحب عشان هي الاس. قبلها اي واي من اصحابها اللي بتحبهم. طب يلا يا احمد عشان تروح تلحق الصلاه. احمد صفوت. لو انا عندي ايه ليدي، ايه ليدي يعني سيده واحده بس، عايزه اخليها برولر، عايزه اجمعها. يا احمد صفوت. هنشيل الاي ونشيل الاس ثواني يا كارما. يلا يا احمد. احمد صفوت. مين هو؟ معايا مش همس. أليدي عايزة أخليها بلور. الين الينتي أما هتبقى نعمل إيه؟ هنعمل إيه يا أحمد؟ باي 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 للايه. الو الو للاس. طب قولي بقى، قولي ثواني، هنشيل الواي ولا نخليها هنا يا أحمد؟
لا نشيلها. هنشيلها ونحط ايه مكانها؟ اي اي اس. هنحط ايه مكانها يا احمد؟ اي اي اس. عشان الواي قبلها حد بتحبه ولا حد مش بتحبه؟ ها دي مش بتحبه، يبقى قبلها حد مش بتحبه نشيل الواي ونحط اي اي اس. طب يلا يا اسر، اسر لو انا عندي اسيتي، اسيتي عايزه اخليها كتير يا اسر، هنشيل ايه؟ هنشيل الا. اوكي طب الواي هنخليها ولا نشيلها؟ هنمشيها. هنمشيها ونحط ايه مكانها؟ هنحط اس. لا مش اس، هنحط اي اي اس. طالما هنشيل الواي عشان قبلها تي مش بتحبه، يبقى نشيل الواي ونحط مكانها اي اي اس. نشيل الواي ونحط مكانها اي اي اس. يلا يا محمد صفر. لو انا عندي اف بوي هنشيل الواي ولا نخليها يا محمد؟ هنشيل الواي ونحط اي اي اس. طب بص كويس كده على اللي قبل الواي، انا ما بشيلش غير لما اشوف ايه قبلها. ايه قبل الواي؟ ايه قبل الواي يا احمد؟ الاو الاو. الاو بتحب الواي، بتحبها ولا لا؟ اي طيب يبقى هنشيلها ولا نخليها؟ اس. هنشيل الواي ولا نخليها؟ لا نخليها. هنخليها ونحط اس. يبقى تاني عشان نقول الواي بتاعتنا لما يكون قبلها حد بتحبه نخلي الواي ونحط اس، لو الواي بتاعتنا قبليها حد مش بتحبه نشيل الواي ونحط اي اي اس. يا ليلى مار، لو انا عندي اف مونكي، مونكي قرد واحد بس عايزه اخليه كتير، هقول باي 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 للإيه ماشي اللي باي هو باي 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 للايه. شوفي الواي بقى هنخليها ولا هنمشيها؟ هنخليها هنخليها عشان مين قبلها؟ مين قبلها؟ عشان قبلها الإيه. الاي. والواي بتحب الاي، يبقى نخلي الواي ونحط معاها اس، نخلي الواي ونحط الاس. اوكي يلا يا بودي. بودي يس لو انا عندي حبيبي ايه شيري، ايه شيري، شيري هاري هو الكريز. يلا عايزه اخليه برولر، اجمعه، هاري هنشيل الواي هنشيل الاي هنشيل ايه، وهنشيل الواي كمان ونحط اي اي اس هنشيل الواي. ليه هنا هنشيل الواي؟ عشان قبل الواي ار والواي مش بتحب الار. عشان قبل الواي ار، والار الواي مش بتحبها، يبقى نمشيها ونحط مكانها اي اي اس. يلا يا مريم. مريم لو انا عندي يا مريم، مس أخرج. اتفضل يا حبيبي مريم. نعم. يلا حبيبي انا لو عندي ابيبي، ابيبي عايزه اخليها برولر. بصي كده على ايه اخرها يا مريم؟ واي واي. قبلها ايه الواي؟ بي بتحبها ولا والواي مش بتحبها؟ مش بحبها. مش بتحبها. نحط نشيلها ولا نخليها؟ هاي يا مريم. نخليها ونحط اي اي اس. لا ما ينفعش نخليها يا مريم، هي اصلا خلاص مش بتحب البي، يبقى تعمل ايه الواي؟ جيبه هنشيلها ونحط مكانها ايه يا مريم؟ اي اي اس. يبقى لما يكون قبلها حد مش بتحبه نعمل ايه؟ نشيل الواي ونحط اي اي اس، نشيل الواي ونحط اي اي اس.
يلا يا كارما. لو انا عندي كارما a factory، factory معناها مصنع، a factory. يلا روحي. عايزه اخليها جمع بلورال، هنعمل ايه في الواي؟ باي 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 باي. ايه باي هلو باي هلو للايه؟ هنعمل ايه في الواي يا كارما؟ هنخليها ولا نمشيها؟ هنمشيها. هنمشيها عشان قبلها حد مش بتحبه، ونحط ايه مكانها؟ اي اي اس اي اي اس. يبقى دايما لما نيجي نعمل جمع لاي كلمات فيها واي لازم نبص على اللي قبلها، لو قبلها حد بتحبه نخليها نحط اس، لو قبلها حد مش بنحبه نمشيها ونحط اي اي اس. طب مين يا هنا هشام، مين هما الواي بتحب مين؟ الواي بتحب مين يا هنا؟ هاي يا هنا هشام، الواي بتحب مين؟ الفاولز ال A وال E وال I وال O وال U، A E I O U، دول هما الفاولز الواي بتحبهم. لما نلاقيهم يا هنا نعمل ايه؟ نخلي الواي ونحط ايه مكانها؟ نخلي الواي ونحط اس. يعني لو انا عندي A فلاي اللي هي الذبابة، A فلاي، عندي اخرها ايه فلاي؟ أسرع واي طب قبلها ايه الواي يا هنا؟ ان طب ال من الفاولز من اللي هي بتحبهم؟ لا لا. يبقى نعمل ايه؟ تنشيل الواي ونحط اي اي اس. نشيل الواي ونحط اي اي اس. يبقى النهارده اتعلمنا مع بعض ان انا لما اجي احول من سنجلر مفرد لبلورال جمع ممكن احط اس، ممكن احط اي اس، وممكن كمان احط ايه يا ليفل 1؟ اي اي اس. اوكي، يا رب تكونوا فهمتوا الجزء ده، وان شاء الله هبعت لكم اكسرسايز اونلاين عليهم، وكمان هنشوف في الشيتس بتاعتنا الحاجات اللي احنا بعتناها على الجزء ده.